أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المصدر أونلاين: معتقل سابق في سجون ميليشيا الحوثي يغادر الحياة بعد الإفراج عنه. المشاهد نت: مزارعو صبر لم يفلحوا في الحفاظ على شجرة البن. من العربي الجديد: تنقل عن البنك الدولي الحرب تقلص اقتصاد اليمن إلى النصف. ومن أخبارنا المنوعة: القبض مجددا على اللص الأشهر الذي فر من سجن فرنسي بمروحية. أهلا بكم. ضحية جديدة من ضحايا معتقلات ميليشيا الحوثي تضاف إلى قائمة طويلة من الضحايا. يعنون موقع المصدر أونلاين: معتقل سابق في سجون الحوثيين يغادر الحياة بعد الإفراج عنه في حالة موت سريري. قال الموقع: توفي مختطف سابق في معتقلات الحوثيين إثر معاناته مع المرض بعد أكثر من عام وثلاثة أشهر على اعتقاله. قالت مصادر للموقع أن المعتقل السابق محمد سعيد الصلوي توفي يوم الأربعاء بعدما يقارب شهرين ونصف على الإفراج عنه. وذكرت المصادر أن الصلوي أفرج عنه في منتصف أيلول الماضي وهو في حالة موت سريري فاقد للوعي وفي حالة مرضية محرجة. وأوضحت أن الصلوي لم يتعافى خلال الفترة الماضية ليتوفى متأثرا بمرضه الذي عاشه في معتقلة الحوثيين. وكانت الميليشيا اختطفت الصلوي من منزله في شهر إبريل من عام 2017 في مدينة تعز. عندما انطلقت المعركة في محافظة الحديدة فكر الأهالي بالفرار إلى صنعاء، وكانت وجهتهم الأولى، ودفعوا ثمن آخر ما يمتلكون. وبعد ثلاثة أشهر في صنعاء عانى النازحون من كل شيء. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن نازحو الحديدة في صنعاء يواجهون ظروفا قاسية منذ ثلاثة أشهر. ووفقا لموقع يمن مونيتور الذي نقل عن منظمة الصحة قولها: يتعرض النازحون منذ ثلاثة أشهر لمخاطر جسيمة بمن فيهم المسنون والحوامل وأشخاص مثقلون بأعباء أمراض مزمنة ويحملون على عاتقهم مسؤولية توفير الرعاية لأطفالهم. أوضح تقرير المنظمة أن مدرسة أبو بكر في صنعاء تحولت لمركز عبور للعديد من العائلات النازحة من الحديدة ممن لا يمتلكون أي ملاذ آخر. وتحدثت المنظمة عن مئات الأسر النازحة من الحديدة والتي تسكن في مساحات ضيقة وتعيش أكثر من أسرة معا في فصل واحد، ويبقى هم الأسرة الأول هو سلامة وأمان أطفالهم. وبحسب التقرير توجد الكثير من الأسر النازحة التي تعيلها نساء والبعض منهن مثقلات بالأمراض المزمنة، ومسؤولية رعاية الأطفال وهموم توفير لقمة العيش تبدو أجساد النازحين متعبة وهم يواجهون ظروفا مأساوية غاية في الصعوبة. صحيفة بوليتس الفرنسية نشرت مقالا لعالم الاجتماع جان مارك الذي يتساءل عن اللامبالاة الدولية للوضع في اليمن حتى لو بدأ الصمت ينهار. وعنوان المقال: اليمن ولامبالاة العالم وقد ترجم خصيصا لقناة بلقيس. رياح سيئة تهب على العالم وفي اليمن قد يخيم الرعب هذا العام، فقد تحدثت كيت جيلمور نائب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن أعظم كارثة إنسانية في العالم. ومع ذلك فإن ردود الفعل خجولة. كتب أدريانو سوفري الذي كان في شبابه يقوم بتنظيم مظاهرات كبيرة ضد الحرب في فيتنام بأن النزاع في اليمن ما هو إلا حرب منسية، وهو تعبير أصاب الهدف لأن هناك الكثير من الصور للضحايا ومقاطع فيديو خاصة بأشقائهم ووالديهم يبكون في جنازاتهم، أو صورا لنظراتهم الجافة التي تشرح الأوجاع التي عاش فيها الفقيد لحظاته الأخيرة. لقد قيل في القرن العشرين أن الصورة كانت أقوى من الكلمة المكتوبة. في وقت مبكر من عام 1922 كتب الصحفي الشهير والتر ليبمان: اليوم تمتلك الصور نفس السلطة التي كانت لدى الكلمة المطبوعة بالأمس، فهي تبدو حقيقية تماما. ومع ذلك وبعد قرن من الزمان وفي الوقت الذي انتشرت فيه المؤثرات البصرية والشاشات، فقدت الصورة هذه القوة. تقرير الأمم المتحدة حول احتقار حقوق الإنسان من قبل المتحاربين في اليمن الذي نشر في 28 أغسطس كان بمثابة تحليل وتعليق للصور المؤلمة
لتدمير حافلة في 9 أغسطس بغارة جوية. وقد فشلت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في دفن تحقيق الأمم المتحدة في اليمن، بل تم تمديده للتو. لذا تناولت وسائل الإعلام على جانبي المحيط الأطلسي الأسئلة التي طرحتها المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان: من يسلح المتحاربين؟ كيف لا تتعارض هذه التجارة مع القانون الدولي؟ لماذا هذا النفاق المطمئن للقوى الغربية الكبرى التي تبيع قنابل الليزر عالية الدقة؟ هل يمكن أن تثار هذه القضية في بلداننا؟ هل يمكن أن يكون للامبالاة الرسمية تجاه مصائب اليمن تعاطفاً لدى المدنيين؟ ملايين اليمنيين أصبحوا يعتمدون على المساعدات وانتظارها، وكل يوم تضاف أعداد جديدة للمنتظرين، ومع ذلك تعمل ميليشيات الحوثي على منع وصول هذه المساعدات حتى عندما تكون قريبة من المحتاجين. ووفقا لموقع الصحوة نت، الحوثيون يجبرون اليونيسف على وقف مساعداتها المالية ل9 ملايين يمني. قال الصحوة نت أن ميليشيا الحوثي تسببت بتعليق برنامج اليونيسف لصرف تحويلات نقدية لقرابة 9 ملايين يمني. ومنذ بدء الحرب في اليمن أوكل لمنظمة اليونيسف الأممية مهمة توزيع مساعدات مالية خصصها برنامج ممول من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار للعائلات الأكثر فقرا في اليمن. واستدعى توزيع هذه المساعدات تدشين مراكز يصل من خلالها موظفو اليونيسف للمستفيدين لتوزيع هذه المساعدات النقدية عليهم، إلا أن عرقلة الميليشيات الحوثية إنشاء هذه المراكز دفع المنظمة إلى تعليق تحويل هذه المبالغ إلى اليمن. ويأتي موقف اليونيسف هذا بعد أسبوع من عرقلة أخرى مارسها الحوثيون مع منظمات أدفنتست للإغاثة والتنمية، حيث تعرضت الوكالة لضغوط من الميليشيا لاستخدام قوائم المستفيدين من توزيع المساعدات والاستعانة بالموظفين المرتبطين بالحوثيين في المرافق الصحية التابعة لها. وعند اعتراض إدارة الوكالة أبلغ مديرها بأنه لن يسمح له بالعودة إلى البلاد. موقع أو نطالع تقريرا من موقع المشاهد نت عن زراعة البن، حيث علق الموقع: مزارعو صبر لم يفلحوا في الحفاظ على شجرة البن. قال الموقع إن المزارع عبد الوهاب علي حاول زراعة البن في إحدى مزارعه بمنطقة أكمة حبيش في مديرية صبر الموادم التابعة لمحافظة تعز بعد أن باشر قلع شجرة القات منها، لكن عدم توفر الماء بكميات مناسبة أدى إلى موت أشجار البن التي غرسها في المزرعة. وتحتاج شجرة البن إلى كميات كبيرة من المياه وهي غير متوفرة في المنطقة كما كان في السابق، الأمر الذي يقف عائقا أمام المزارعين بحسب حديث علي للمشاهد، مشيرا إلى عدم وجود جهات حكومية أو منظمات داعمة لمزارعي شجرة البن كي يتمكنوا من مواجهة المشاكل التي تعترضهم خلال زراعة هذه الشجرة. مزارعون آخرون في المنطقة اقتلعوا أشجار القات من بعض مزارعهم واستبدلوها بشجرة البن، لكنهم واجهوا نفس المشكلة التي واجهها ابن منطقتهم، علما أن المنطقة ومناطق أخرى مجاورة لها تعاني من الجفاف عند انقطاع موسم الأمطار. لعبة الحرب في اليمن، تحت هذا العنوان كتب محمد الصهباني مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في جزء من المقال: لا صوت يعلو فوق صوت طغاة السلطة في اليمن، ولا أفق يلوح في سمائه يضع حدا لحالة حرب دامية وقودها شعب عربي، شعب عانى ويلات وأزمات كثيرة مستمرة منذ عقود بفعل سياسة استبدادية لحكام مستبدين أحكموا قبضتهم على شعب لا يزال يبحث عن سبيل النجاة بحياة كريمة على أرضه الغنية بالثروات المختلفة التي تكفي الشعب اليمني لو أحسنت إدارتها وتوقفت هذه الحرب المجنونة. ليس هناك ما يدعو إلى التفاخر به في اليمن اليوم سوى مروءة الإنسان اليمني المتلاحم شعبياً إزاء ما يتعرض له البلد من متاجرة بدمائه من الممسكين بالقرار الفوقي للدولة الذين يربحون في الحالين الحرب والسلم. كلما بدأ يرتفع صوت العقل لإنهاء مأساة اليمنيين توسعت رقعة اللهب، فيما يؤكد وجود نزعة شيطانية تصب من الخلف مزيدا من الزيت على نار وقودها الإنسان والشجر والحيوان والبيئة ومستقبل الوطن برمته على حد سواء. لا يمكن بأي حال أن نعيد أحد أسباب اشتعال الحرب العبثية في اليمن إلى ما يسمى العدوان السعودي فقط
بل تتجلى الحقيقة في أن هناك أيضاً عدواناً داخلياً هو من جلب إلى اليمن عدواناً خليجياً، ولا يمكن التسليم بانتهاء هذه الحرب اللعينة إذا ما توقف العدوان السعودي، فشبح العدوان الداخلي أشد إجراماً بحق هذا الشعب، فنحن أمام إجرام كان ولا يزال وسيظل ماركة قوى الداخل. في مطالعاتنا للصحف العربية نذهب إلى صحيفة العرب الجديد التي عنونت البنك الدولي: الحرب تقلص اقتصاد اليمن إلى النصف. تقول العرب الجديد في التفاصيل أن الاقتصاد اليمني انكمش إلى النصف وتدهور بشكل حاد على مدى 3.5 سنوات منذ اندلاع الحرب، في ظل تقلص إنتاج النفط وتصاعد التضخم والانهيار شبه الكامل للعملة الوطنية الريال. وقال البنك في تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: منذ تصاعد النزاع العنيف في مارس 2015 تدهور الاقتصاد بشكل حاد، إذ بلغ الانكماش التقديري نحو 50% تقريبا، وتضاءلت فرص العمل بشكل ملحوظ. وأكد أن التوقعات الاقتصادية في عام 2018 وما بعده سوف تعتمد بشكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني، وعلى ما إذا كانت نهاية النزاع المستمر ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي. وقال التقرير: إذا كان من الممكن احتواء العنف في أواخر عام 2018، فمن المتوقع أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في الانتعاش في العام 2019، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من رقمين التضخم يشبه الانخفاض في مثل هذه الحالة، حيث ستزداد الإمدادات. تكفي نظرة واحدة على الطوابير المصطفى أمام السفارات الأمريكية والأسترالية والكندية والسفارات الأوروبية ليتيقن المراقب أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة العربية يرغبون في الهجرة. هكذا يبدأ الكاتب موسى برهومة مقاله المنشور في جريدة الحياة اللندنية مضيفاً: عندما وبخ غسان كان فاني أبطال روايته رجال في الشمس من أن خياراتهم الشخصية الأنانية بعيداً عن وطنهم ستؤدي بهم إلى التهلكة والموت الزؤام، لم يكن يعلم أن زمناً سيأتي بعد نحو 60 سنة تكون فيه الخلاصات الفردية هي الفسحة المتاحة أمام بشر كثر منثورين على المساحة العربية من الماء إلى الصحراء. ذهب أبطال الرواية إلى الكويت بحثاً عن عمل بعدما هدم الاحتلال الصهيوني آمالهم، وبعدما تراخت قبضتهم عن الزناد فآثروا الرحيل أو الهرب مؤقتاً لسد رمق الصغار في بيوت الطين والصفيح. ولم يقل الرجال اليائسون الطامحون إلى الثراء السريع في بلاد الخليج على أن يدقوا جدران الخزان الذي حشروا في داخله ريثما يتم تهريبهم عبر الحدود، فماتوا اختناقاً في لهيب الصحراء المشتعل. لذا أصبحت صرخة كنفان كأنها حكمة أزلية معذبة. لماذا لا تدق جدار الخزان؟ كان الهرب من البلاد في ذلك الحين يرقى إلى الخيانة والإفلاس الفكري والأنانية المشبعة بالكراهية، لأن أوطاناً كانت تحتاج إلى أبنائها لترقيتها وتحريرها من الاستعمار والجهل والتخلف، وكان المدى فسيحاً للتغيير آنذاك. الآن انقلبت المعادلة رأساً على عقب، فصارت أفكار الهجرة بعيداً خارج الحدود أكثر الأحلام التي يهجس بها العربي صغيراً كان أم كبير، فالأول يرغب في تأمين حياته والثاني يأمن في تأمين مماته على نحو كريم لا مهانة فيه، حسبه أن يداوى إن مرض وأن يجد مأوى إن تعطل، ثم مرقداً أنيساً إن حانت ساعة الرحيل. البلاد العربية جلها طاردة على نحو تزداد وتيرته في شكل محموم. شبكة البي بي سي نقلت عن الرئاسة التركية قولها أن الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي لا يزال في مقر القنصلية السعودية في اسطنبول حسب معلوماتها، رغم نفي مسؤولين سعوديين تقارير اختفائه في القنصلية. قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين في مؤتمر صحفي أن وزارة الداخلية التركية تتابع قضية الإعلامي جمال خاشقجي مع موظفي القنصلية السعودية في اسطنبول، ومعلوماتنا تفيد أنه لا يزال داخل مقر القنصلية.
أضاف: نتابع قضية خاشقجي عن كثب، وهنالك اعترافات أو أعراف دولية ملقاة على عاتقنا، ونأمل إيجاد حل قريب. وكانت السفارة السعودية في واشنطن قد قالت في وقت سابق أن تقارير اختفاء جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول خاطئة، وأن خاشقجي زار القنصلية لطلب وثائق تتعلق بحالته الاجتماعية وغادر بعد ذلك بقليل. وقالت خطيبة خاشقجي الذي يكتب مقالات في صحيفة واشنطن بوست أنها رافقته إلى مقر القنصلية ولكن لم يسمح لها بالدخول، كما طلب من خاشقجي تسليم هاتفه المحمول، وهو إجراء معتاد في بعض السفارات والقنصليات. وأضافت أنها انتظرت قبالة القنصلية حتى إغلاقها، ولكن خاشقجي لم يعد حتى ذلك الحين. أخفى أحد عمال البناء في نيويورك كما ذكرت صحيفة البيان فوزه بجائزة اليانصيب أو يانصيب كبرى تبلغ قيمتها 245 مليون دولار أمريكي عن جميع أصدقائه وحتى أسرته، وواصل عمله في قطاع البناء لأسابيع. فعندما عاد ناندلال مانجال إلى منزله في جزيرة ستاتن بعد رحلة سريعة إلى ماريلاند الشهر الماضي، قرر أن يرى ما إذا كانت تذكرة اليانصيب التي تركها على طاولة المطبخ قد فازت بأي شيء. وتبين أن التذكرة فازت بجائزة كبرى قيمتها 245 مليون و600 ألف دولار في السحب الذي جرى في شهر أغسطس الماضي. وقال مانجال الذي تأكد من البطاقة الفائزة وفي اليوم التالي وضعها في خزانته الخاصة، ثم دعا شخصا واحدا فقط وهو محام يساعد على التخطيط لهذه الأنواع من الأشياء. لم يخبر مانجال أصدقائه أو عائلته أو رفاقه في عمله في البناء في منهاتن، لكنه يعتقد أن العديد من الزملاء سيكتشفون ذلك من خلال رؤيته على الأخبار. وأضاف أنه سيضع النقود في صندوق استثماري. بعد حادثة هروبه الشهيرة بمروحية، اللص الأشهر في السجن مجددا، حيث ألقت الشرطة الفرنسية كما ذكرت الشرق الأوسط القبض على رجل عصابات فر من السجن باستخدام مروحية الصيف الماضي. وأبلغت مصادر بالشرطة وكالة رويترز أن رضوان فايد الذي تتعقبه الشرطة منذ أوائل يوليو بعد أن هربه مسلحون من السجن في طائرة مروحية قد اعتقل في بلدة كري شمالية باريس. وكان فايد يقضي عقوبة السجن 25 عاما في سجن جنوبي العاصمة الفرنسية في جريمة سطو مسلح أدت إلى مقتل شرطية عام 2010. ليس كل ديمقراطية ليبرالية ولا جميع الديمقراطيين ليبراليون. تحت هذا العنوان كتب وحيد عبد المجيد مقاله المنشور في الحياة مضيفا: الخلط بين الليبرالية والديمقراطية من الأخطاء الشائعة في العالم، فما بالنا بالعالم العربي الذي يقل وجودهما في بلدانه بل يندر. كثيرة أسباب هذا الخلط الذي يعود قبل كل شيء إلى أن بعض الأفكار والقيم الليبرالية ضرورية لترسيخ الديمقراطية، مثل الحرية السياسية والتعددية وقبول الآخر والتسامح والاختيار الحر. وهذا هو ما اصطلح على تسميته ثقافة الديمقراطية، ولكننا نجد في الليبرالية أفكاراً وقيماً مهمة لرأسمالية أيضاً، مثل الحرية الاقتصادية وكذلك العلمانية، مثل حرية الاعتقاد والحريات الثقافية عموماً. ولا يعني ذلك أن الليبرالية هي الديمقراطية أو أنها هي الرأسمالية أو أنها والعلمانية سواء. الليبرالية أفكار وفلسفات وقيم ومبادئ، بينما الديمقراطية إجراءات وترتيبات ومؤسسات وتفاعلات. الليبرالية أقدم تاريخياً من الديمقراطية. بدأت إرهاصات الليبرالية في القرن 15 خلال عصر النهضة الأوروبية، ثم توسع نطاقها في عصر التنوير في القرن 18. عمر الديمقراطية أقصر، إذ يصعب أن نجد لها أساساً قوياً قبل بداية القرن 19، حين بدأ تطورها في ارتباط وثيق بحصول البرلمانات القليلة التي كانت موجودة في بعض البلدان على صلاحيات رقابية وتشريعية. تختلف الليبرالية والديمقراطية إذن في مسارهما التاريخي كما في طبيعتهما. الليبرالية أسبق من الديمقراطية، والليبرالية تتعلق بالأفكار والقيم، بينما تتجلى الديمقراطية في إجراءات ومؤسسات.
الليبرالية بشيء من الاختزال منهج أخذ البشر إلى مساحات أرحب بكثير من تلك التي بقوا فيها على مر تاريخهم، وما يزال كثير منهم محبوسين فيها يبحثون عن خلاص في عقائد مطلقة دينية أو قومية أو في انتماءات أولية أو في أشخاص يعتبرونهم أبطالاً. إنها ذلك المنهج الذي ينطلق من إيمان بقدرة الإنسان على تحسين شروط حياته عندما يمتلك حريته، ويتحرر عقله من الكوابح التي تعطل التفكير والإبداع والابتكار. من صحيفة الديلي تيليغراف صور متنوعة لجولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع. تحمل رسومات الكاريكاتير الكثير من الأفكار والمواقف المعترضة، ويلجأ كثير من أصحاب الرأي إلى التعليق حول الأحداث بأشكال فنية توصل رسائل أعمق يبقى أثرها طويل. مجموعة من هذه الرسوم نتابعها في جولتنا. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم غدا يوم السبت بإذن الله. إلى اللقاء.